هذا فضيلة الشيخ ما ذكرتموه من النوع الثالث من الكذب، كذب على الزوجة، إيه. يحتاج الحقيقة بيانا مستقلا، لأن بعض الأزواج بعض حوله وفرخ، ما يزال يحدث زوجته كذبا يظنه في سعة، هل هذا كذلك؟ إذا كان هذا يرضيها ويحسن العشرة معها فلا بأس به، مهما كذب، بس بشرط أنه لا يظلمها ويبخس شيء من حقها، وإنما يعدها أنه سيعمل كذا ويعمل كذا شيئا زائدا عن حقها، أما حقها فلا بد منه، لا بد من القيام بحقها، حق الزوجية. نعم. كأن لا يذكر لها مثلا من أنسه وارتياحه في الخارج حتى يطيب نفسها، فيقول أنه لم يتعشى أو لم يكن مجلس طيب، وهو ليس كذلك، لأنه لا يريد أن يتركها وحدها ثم يقول أني كنت في مجلس أنس وعشاء وصحبة، هل هذا من الكذب المباح له؟ كأن يقول أنا لا آنس إلا معك ولا أحب إلا الطعام الذي تصنعينه وإلى آخر ما يقول لها، لأجل أن يشجعها وأن يراقبها في حسن العشرة معه. الحمد لله، أحسن الله إليكم. نعم.